بعيدا عن أصحاب الخرافة وأعداء العلم وأعداء كل الحضارات، يعني كانت في الحضارة المصرية القديمة الكثير والكثير من العلامات اللي بتدل عن عبقرية المصري القديم. يعني الموضوع ما كانش مقتصر بس زي ما قلت قبل كده في الأهرامات وغير، ولكن حتى لما نيجي نبص في المقابر في الحضارة المصرية القديمة بالذات مقابر وادي الملوك كان فيها إعجاز علمي وهندسي اللي بيبين إن المصري القديم كان متقن جدا جدا، مش في الهندسة وبس، لا حتى في علوم الجيولوجيا. طب إزاي هو كلام كده وخلاص؟ الموضوع إن كانت المقبرة، يعني لما لقوا في وادي الملوك الشرقي إن كان المصري القديم لما بيحفر المقبرة في قلب الجبل كان الأول لازم يعاين الصخور اللي موجودة. لو كانت الشقوق اللي موجودة في قلب الجبل في الصخور طولية ما يعملش المقبرة، ولكن لو كانت عرضية كان يعمل المقبرة. يعني إيه؟ يعني أنا عندي الجبل عالي ونازل منه من فوق الطول الشقوق بالطول، فبالتالي ما يعملهاش، علشان الأمطار لما تيجي تنزل هتنزل على المقبرة فهتبوظها، ولكن لما تبقى الشقوق بالعرض فمش هتدي انجراف للمياه. ده بالإضافة ان هم اكتشفوا كمان ان هم كانوا بيعملوا من اعلى، يعني هي عرضية وبيعملوا كمان قنوات من فوق يطلع منها قنوات داخلية بعيدة ومتفرعة عن الجبل، بحيث ان هي تقدر ان هي تستقبل مياه الأمطار حتى رغم الشقوق العرضية، الا ان القنوات دي بتمتص. ومش كده وبس، ده كانوا بيعملوا كمان عبارة عن سدود صغيرة علشان تقلل من انجراف المية وبالتالي يحافظ على المقبرة في قلب الجبل. ايه مدى عبقرية المصري القديم ده؟ والنهاردة بستعرض معاكم مجموعة من الحقائق المذهلة والعجيبة عن الحضارة العظيمة، الحضارة المصرية القديمة. معكم أخوكم محمد عاصم، أهلا وسهلا بكم في القناة، ودايما متشرف بحضراتكم وشكرا جدا على تشغيلكم للفيديو. بصوا بقى بصراحة كده أنا بكون حاسس إن أنا مش مبسوط، منشكح كده وأنا بتكلم في الحضارة المصرية القديمة، وبصراحة أنا متعطش قوي للحديث عنها من فترة طويلة، وأنا حاسس إن أنا مقصر رغم إن ده أنا شخصيا يعني اكتر مواضيع بحب اتكلم فيها عن الحضارة المصرية القديمة. مش عشان انا مصري، لا بالعكس كمان يا جماعة، انا لو حتى ما كنتش مصري كانت اكتر حضارة هحب اقرأ فيها برضو هي الحضارة المصرية القديمة. ده لأسباب كتيرة جدا جدا جدا، اولها ان هي اقدم الحضارات على الاطلاق، تاني حاجة مدى العلوم ومدى اللي سابوهن اللي بيبين عظمة الحضارة دي من علم وثقافة وتاريخ وكل شيء. الحضارة المصرية القديمة من أهم الحاجات اللي احنا بقى نبدأ نتكلم عليها، ايه اللي بيعرفنا؟ يعني ايه يا محمد؟ ايه اللي بيأكد لنا المصادر؟ ايه هي مصادر التاريخ بتاعت الحضارة المصرية القديمة؟ مصادر التاريخ عندنا في الحضارة المصرية القديمة بتعتمد على ثلاث حاجات رئيسية. الحاجة الأولانية اللي هي النقوش اللي اتوجدت عندنا داخل المقابر المصرية القديمة، وداخل سواء بقى من مقابر وادي الملوك، من مقابر بني حسن، من داخل الأهرامات. الحاجة التانية النقوش اللي موجودة في المعابد، النقوش اللي موجودة في التوابيت، دي مصادر موثقة موجودة عندنا، ده أول مصدر. المصدر التاني عندنا وهو القوائم الملكية. يعني احنا كان عندنا في حاجة اسمها القوائم الملكية اللي بتسجل عندنا اسماء الملوك وتسلسلهم وفترات حكمهم وكل ملك ايه اهم الاحداث اللي موجودة. زي عندنا مثلا في بتاعت قائمة اللي هي بتاعت حجر باليرمو، في قائمة ابيدوس، قائمة الكرنك، قائمة سقارة، بردية تورن، دي عبارة عن قوائم ملكية بتسجل لنا اهم الاحداث لكل ملك كانت موجودة عندنا.
عندنا. المصدر الثالث عندنا وهي مصادر الأنساب والأنساب اللي تركت، زي عندنا مثلا الكاهن الرائع مانيتون السمنودي اللي هو كان الملك بطليموس الثاني كلفه بالمهمة دي وأرخ عندنا التاريخ وكتبها زي ما احنا بنعتمد على مانيتون السمنودي في حاجات كتير. إذن دي ثلاث مصادر رئيسية، بالإضافة إن في كتير جدا من علماء الآثار أو الإيجيبتولوجي اللي مش مصريين بس اللي بره اللي كلهم بيعتمدوا على المصادر ديت. تاني حاجة عندنا، ناس كتيرة فاهمة غلط ان الحضارة المصرية القديمة بدأت بس من 4600 سنة، يعني من 2600 سنة قبل الميلاد، ودي معلومة خاطئة تماما. الحضارة المصرية القديمة سبق قبل كده وفي اكتر من فيديو لما اتكلمت، ابتدأت عندنا من 6000 سنة قبل الميلاد، يعني عمرها 8000 سنة المؤرخ. في حضارات كانت موجودة قبل الملك نارمر او الملك مينا لما يوحد القطرين، يعني كان في عندنا حضارة نقادة وحضارة البداري وحضارة المعادي، وفي عندنا اتكلمت في العصر الحجري لما اتكلمت، وفي النحاسي، في عندنا الاوسط والحجري وفي عندنا النحاسي. الموضوع يعني متشعب من الاف السنين. ومانيتون السمنودي قسم لنا، يعني احنا عندنا قسمها ل31 اسرة، عندنا الملك مينا وعندنا الأسرة الأولى والتانية، وبعد كده عصر الدولة القديمة، وعصر الدولة القديمة اللي هي عصر بناة الأهرام، وبعد كده كان في عندنا عصر الاضمحلال الأول، وبعد عصر الاضمحلال الأول في الدولة الوسطى. الدولة الوسطى عندنا اللي هي الأسرة الحداشر والاتناشر، وبعد كده كان في عصر الاضمحلال أو الانتقال الثاني اللي هو عندنا من الأسرة التلاتاشر لحد الأسرة السبعتاشر، ونبتدي عندنا أزهى العصور في الحضارة المصرية القديمة اللي هي عندنا الأسرة التمنتاشر والتسعتاشر والعشرين، وبعد كده في عصر الانتقال الثالث من الأسرة 21 لغاية الأسرة 25، وبعد كده في العصر المتأخر والبطالمة. ونمسكها مع بعض كده، يبقى احنا عندنا العصور دي التقسيمة بشكل بسيط ومبسط عن فترات الحضارة المصرية القديمة، مش بتبدأ بس من الملك نارمر، ولكن بدأت من قبله بآلاف السنين، ولكن وحدة البلاد اتمسكت أو ابتدت من الملك نارمر. طيب عندنا الدولة القديمة يا جماعة اللي هي بتبتدي من 2680 قبل الميلاد، ده عصر الدولة القديمة. اتميزت عصر الدولة القديمة ان كان الملك فيها بيبقى اسمه ملك الارضين او موحد الارضين، وكان بيلبس التاج اللي بيتميز بالابيض والاحمر عندنا اللي هي مصر العليا ومصر السفلى، وكان بيبقى اسمه التاج المزدوج، وكان بيرمز ليه دايما اللي هو ملك الارضين بزهرة اللوتس. زهرة اللوتس دي تعتبر الزهرة المصرية اللي هي الرمز، حتى هي في كل مكان تلاقوا كانت زهرة اللوتس، وحتى شجرة الجميز كانت ليها وجود كبير قوي وتأثير، يعني ده ليها حاجات كتيرة هتكلم عليها في فيديوهات تانية ان شاء الله. الحاجة اللي بتميز في الحضارة المصرية القديمة ان كان في الأسرة القديمة تحديدا ان كان في نمو وازدهار في الفن وفي علم الفلك والرياضيات، وطبعا اتميزت الدولة القديمة بتسمى عصر بناة الأهرام لتميزهم ببناة مش خوف وخفرع ومنقورع بس، لا عندنا في الأسرة الرابعة في أهرامات، وفي أهرامات الأسرة الخامسة، الموضوع مش مقتصر، وكان كل أسرة فيهم ليها تميز زي ما اتكلمت قبل كده. الأسرة الرابعة عندنا طبعا كان الملك زوسر اشهر ملوك الاسرة الثالثة، يعني طبعا على لا يعلى عليه طبعا، وفي بعد كده الملك خوفو وخفرع ومنقورع عندنا، والاسرة الرابعة والاسرة الخامسة اللي تميزت بالفنون والجماليات اللي بداخل الاهرامات نفسها.
اما عندنا الملك بيبي الثاني يعني اللي هو مسك الحكم وعنده 6 سنين وحكم اطول ملك في التاريخ، يحكم حكم لمدة 94 سنة. ده باختصار عن الدولة القديمة. الملك زوسر كان وبيقف كان هنا الساحة الخاصة بيه اللي بيصارع فيها التيران. الملك زوسر ما كانش قوي البنيان وبس، الملك زوسر كان قوي الشخصية، كان قوي الذكاء، كان قوي الحكمة. لذلك الملك زوسر استطاع ان كان عنده حسن اختيار في إمحوتب، وجعل إمحوتب هو الرجل الثاني بالدولة. انتهت عندنا عصر الدولة القديمة في سنة 2160 قبل الميلاد، وبدأ عندنا عصر الاضمحلال الأول، وده يا جماعة كان سيء جدا. أصبح فيه ثورات داخلية كتيرة وتقلبات ومساجين كانوا بيخرجوا، والله ده اللي كان بيحصل في عصر الاضمحلال الأول. وأصبح الأعز فيها الأزل، وأصبح الرعاع اللي هم كانوا هم اللي أدنى مستوى هم اللي ليهم الكلمة وكانوا بيسرقوا الغلال، وأصبح فيه تفككات وحكام أقاليم، وأصبحت مصر مش موحدة تماما. إلى إن جه في سنة 2040 قبل الميلاد الملك منتوحتب الثاني اللي جه وضرب بيد من حديد علشان يوحد الناس. اي حد كان عاوز ان هو يعمل اخلال بالنظام او ان هو يعمل انفصال ضرب بيد من حديد الملك منتوحتب الثاني في سنة 2040، وابتدت عندنا الاسرة الـ11 والاسرة الـ12 عصر الدولة الوسطى. اتميزت بملوك اقوياء لان كان لازم يبقى فيه وحدة قوية تقدر ترجع الامن، الوضع الامني اكتر واحسن من الاول بكتير في عصر الاضمحلال. الملوك عندنا اشهرهم طبعا الملك منتوحتب الثاني، الملك سنوسرت الاول، الملك من محات، الملك سنوسرت الثالث، وحاربوا القبائل اللي هي كانت بتغزو عندنا من الغرب من ناحية ليبيا ومن عندنا من كوش اللي كانوا بيعملوا هجمات، قدروا ان هم يحاربوهم ويرجعوهم تاني ويرجعوا وحدة الارض. اتميزت بوضع اقتصادي، كان في بقى اصبح رجوع تاني تنقيب عن مناجم الذهب، اصبح في حركة اقتصادية، رجع العمران، رجعت الفنون في عصر الدولة الوسطى. وما ننساش طبعا القناة بتاعت سنوسرت وغيره وغيره زي ما اتكلمت معاكم في اكتر من فيديو. يبقى احنا عندنا يا جماعة 3 ملوك مهمين في اعادة الوحدة. عندنا الملك نارمر زي ما هو عمل وحد القطرين، في عندنا الملك منتوحتب الثاني لا يقل عنه شأن ان هو اللي عمل الرجوع تاني ورجع الوحدة تانية، وطبعا الملك احمس اللي هو صانع بداية الاسرة الـ18 والعصر الذهبي في الحضارة المصرية. أما عندنا بقى العصر الذهبي وهي الدولة الحديثة اللي كانت من 1550 قبل الميلاد ل 1086 قبل الميلاد. الفترة دي أعلى وأفضل عصر ازدهار حصل في الحضارة المصرية، بالذات الأسرة الـ18 وعندنا عصر الرعامسة. امتدت الخريطة بتاعة الحضارة المصرية القديمة، وما ننساش في عصر الإمبراطور تحتمس الثالث، وهتلاقوا فيديو موجود عن معركة مجدو وإزاي كانت مصر ممتدة الخريطة بتاعتها، أو كمت عفوا، كانت إزاي الخريطة بتاعتها كانت بتوصل لنهر دجلة والفرات، كانت عندنا واللي هي أقصى لمنتصف ليبيا، لعندنا لأقصى الجنوب، كانت إمبراطورية عظيمة. وهتلاقوا في مجموعة فيديوهات اللي إن شاء الله هكملها برضو عن ملوك الأسرة الـ18. الفترة دي بقى ازدهرت بحاجات كتير قوي، ازدهار علمي، ازدهار ثقافي، ازدهار في التاريخ، ازدهار في الاقتصاد، قوة عسكرية جبارة، إمبراطورية كبيرة جدا كانت موجودة عندنا في الفترة دي في الحضارة المصرية القديمة.
صولجان الملك. كان الملك يصور دايما الملك في الحضارة المصرية القديمة ومع عصاية كده معقوفة كده، وكانت العصاية دي كانت رمز من رموز حتى في الكتابة في الخط الهيروغليفي معناها الملكي، وكان بيرمز دايما الملك كان بيبقى ماسك في ايده عبارة عن كرباج، والكرباج ده كان رمز القوة وان هو بيقدر ان هو يسيطر على اعدائه، وفي نفس الوقت هو كان احد رموز اوزير او اوزوريس. اما كمان كان بيمسك بمقبض عبارة عن حجري زي الخنجر كده وبيبقى خشب، لكن في الدولة الحديثة اصبح عبارة عن سيف ملوي كده، كان سيف واخد زاوية كده مايلة، فكان اسمه في الحضارة المصرية القديمة حتى كان اسمه خنش. احنا عندنا حتى في الفلاحين يقولك ايه محشة، كان المصري في الفلاحين بيقطع بيها الزرع. ده عبارة عن الصولجان الملكي في الحضارة المصرية. العرش الملكي بقى في الحضارة المصرية القديمة كان بيسمى بالعرش الكبير او عرش الاحياء، وده كان في البدايات خالص كان بيبقى من غير مساند، كان عبارة عن مقعد وعليه الوسادة وكان بيبقى عليه بعض الزخارف، وبعد كده حصل له تطور. يعني مثلا عندنا أعظم عرش موجود في نقدر نقول في الحضارات كلها، لما تبص على الكرسي والمقعد بتاع الملك توت عنخ آمون اللي معمول كله من الذهب، ونشوف مدى الدقة اللي موجود. وكان العرش الملكي ده بيبقى ليه بقى بعد كده اتطور وبقى ليه مظلة موجودة من فوق، وكان بيشيلوا 5 موظفين من قدام و5 موظفين من ورا، وكل واحد من الموظفين في النقوش عندنا بيبقى ليه ريشة الحق اللي موجودة اللي كانت بتتحط، وكان في 2 موظفين كمان جنبه كانوا بيمسكوا له الهويات. بصوا بقى يا جماعة، دي لوحة النصر الخاصة بالملك العظيم ميرنبتاح اللي هو رابع ابن الملك رمسيس الثاني ويبقى أبو الملك رمسيس الثالث. ولوحة النصر دي اللي كانت اتعملت بعد ما انتصر على الأعداء اللي هم من القبائل الليبية اللي كانوا حاولوا ان هم يهجموا على الدلتا، وضرح عليهم ميرنبتاح وانتصر عليهم، واتسجلت لوحة النصر العظيمة اللي انتوا شايفينها دي. بصوا يا جماعة من البداية منين؟ بالنسبة عندنا للقصور داخل الحضارة المصرية القديمة، واحد يقول لي اشمعنى يا اخي القصور مثلا كانت هي اللي مش نقللها وشايفين بس المعابد والاهرامات؟ سبق واتكلمت في النقطة دي، ودي اخر مرة هتكلم فيها بصراحة، لان كان المصري القديم عقيدة البعث والخلود عنده هي اهم حاجة، فكانت الجنة او يارو هي دي اهم حاجة. لذلك حتى النقوش الكتابات اللي موجودة داخل المقابر اللي هي الردود اللي كان بيرد لما كان بيقف في المحكمة، وعندنا في كتاب الموتى وأمام اللوح اللي موجودة اللي بتصور الميزان بتاعت قلبه. إذن في الحضارة المصرية القديمة كان عنده الاهتمام بالحياة الأخرى أكتر من الحياة اللي موجودة، ولكن كان لازال في بقايا أثار من القصور. كان القصر الملكي كان بيبقى عبارة ليه الملك كان بيبقى دايما ليه 3 قصور، كانت دايما بتبقى في الناحية الشرقية، والقصور ديت بيبقى في عندنا القصر الملكي، في عندنا القصر اللي هو الشمالي، والقصر الشمالي ده اللي هو بيستقبل فيه الموظفين وبيستقبل فيه الوفود اللي جايه البعثات الخارجيه، ده نقدر نقول عليه اللي هو مقر الحكم. وكان في برضو القصر الثاني الملحق بيه بقى اللي هو فيه الموظفين، وكان في جزء منطقه اللي بيبقى ملحقه بقى بيها الموظفين والكتبه واصحاب السجلات. يعني احنا عايز اقول لكم وسبق واتكلمت وقلت ان كان في زي الشهر العقاري وفي سجل مدنية وفي كل حاجة كانت موجودة. ده بالإضافة ان كان فيه القصر الجنوبي او الملحق الجنوبي اللي كان بيبقى فيه بقى اللي هو بيبقى خاص بزوجاته. يعني كان اكتر عندنا مثلا ملك تحتمس الثالث او الامبراطور تحتمس الثالث كان متجوز كتير، فكان بيبقى ملحق ليه كل الزوجات بتاعته او سواء زوجة او اكتر من زوجة في القصر الجنوبي. وكان دايما بيبقى فيه الحديقة ومزروع في زهرة اللوتس، وكان بيحب الملك دايما ان هو يصطاد داخل الحديقة، وكان بيبقى فيه بحيرات. كانت القصور الملكية كبيرة بأعمدة ضخمة وبألوان زاهية كانت موجودة، ومسجل ده في النقوش اللي موجودة عندنا. كان المؤرخ الصقلي ديودور لما جه وزار مصر
وأرخ وقال أهم ما يميز الحضارة المصرية القديمة هو اهتمامها بالرعاية الصحية وتعليم الأطفال. وبصراحة ديودور واضح أنه كان ليه نظرة ثاقبة في الأمور دي، لأنه عارف أن الاهتمام بالنقطة دي في الحضارة المصرية القديمة للطفل هي اللي بتولد أجيال طلعة عندها القدرة على الابتكار وأن هم يكونوا علماء. سبق مثلا واتكلمت عن القديسة فيرينا، وهتلاقوا الفيديو بتاعها موجود، ولما هي علمت في أوروبا، علمت بتوع سويسرا وألمانيا كل حاجة عن العلم وعن النظافة وعن حاجات كتيرة، وعمل لها تماثيل، وهتلاقوا اللينك بتاع القديسة فيرينا في شرح الفيديو. كان عندنا المصري القديم يهتم بان ابنه او بنته ان هم يتعلموا، ويتعلموا الموسيقى ويتعلموا الرقص ويتعلموا الفنون ويتعلموا العلم والهندسة والطب وغيره. الناس لما تشوف الرسم والنحت ده هيقولوا ان البلد دي كانت بلد عظيمة مليانة فنانين ومهندسين عبقر. أما بالنسبة للحياة اليومية في الحضارة المصرية القديمة، كان المصري القديم بيشتغل 9 أيام ويريح اليوم العاشر بس. يعني عندنا مثلا كان في موسم الفيضان اللي هو كان موسم أو اسمه أخت، وكان ما بيشتغلش طبعا المصري القديم في الحقول، لكن معنى كده بقى يقعد لك ويمسك لك بقى السيجارة وكوباية الشاي وكده ويستنى، لا لا لا، المصري القديم كان بيعشق العمل. الحضارة المصرية القديمة قامت على حاجتين، العلم والعمل، عشان كده عملوا الحضارة ديت يا جماعة. ما بيشتغل في الحقل في موسم الفيضان، كان بيشتغل في مهن أخرى، بناء المعابد وبناء المقابر والعمل في المناجم وأعمال الصناعات الخشبية وأعمال في الأحجار. كان المصري القديم لا يكل ولا يمل من العمل خالص. ويجي بعد كده الموسم بتاع الحرث والبذر، بعد ما الموسم الفيضان ينحصر ويبتدي عندنا في شهر نوفمبر، كان يبتدي بقى يعمل الحرث وانه يبذر في الارض، وده اللي هو موسم برت. وبعد كده يجي عندنا بقى موسم الحصاد اللي هو شمو، اللي سبق قبل كده اللي جاي منها شمو نسيمة، وسبق واتكلمت برضو في فيديو عن شم النسيم. ده المصري القديم، أجزاء بسيطة اتكلمت عن بعض الحاجات الجميلة والرائعة في الحضارة المصرية القديمة. أتمنى يا رب أن المعلومات البسيطة دي تكون عجبتكم، وشكرا جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك على الفيديو، ولو حضرتك مش مشترك في القناة تشرف وتنور بالاشتراك في القناة، واشوفكم على خير. السلام عليكم.